مساء الفل، أهلا وسهلا بالحبايب. لمين أشكي ويسمعني؟ لمين أبكي ويرحمني؟ يا للعار، هل انتهى الكلام عند العرب؟ لو والله سمعت واحد دوخني كما ما يقول أموت وينشرح صدري، عم جنني يا ده. طيب انت بعدك بتموت، شو بده ينشرح صدرك؟ بتموت بس ينشرح صدرك؟ ما فهمت أنا شو هذا الشاعر هذا، شو هالكلام هذا اللي العالم بده أموت بينشرح بعده وصلى إن شاء الله موت بس ينشرح صدري. انت بس تموت شو بده ينشرع فيه؟ شو هالكلام هذا؟ شو كيف مركبينه؟ كيف تقبل انت تغنيه؟ كيف تقبل انت تلحنه؟ هدول مين هدول اللي عم يسيئوا؟ هدول اللي نزعون لهالجيل، هدول اللي خربوا عقول الشباب والشابات، هدول موتونا. يا جماعة مين مسؤول عن هذا الانحطاط؟ يا جماعة مين مسؤول؟ قاعد واحد صرعني وعيد بالغنية، ما بعرف هاي اللغة منين جاي، من أي أرض، منين جاي هاي النغمة، منين غزت العالم؟ يا جماعة هذا اللي عم يصير ما عم نقبله، ما عم نفهمه. هدول مني مين بعتن لعنا؟ يا أخي الله وكيلكن، أقسم بالله بحلف لكم ألف يمين، أبتشوف إلا دخلت على أدنيك بالسيارات في الشوارع. يا جماعة كرمال الله، مين مسؤول عن هدول؟ مين مسؤول عن هدول؟ بعدين اليوم صار في جديد عنا في البلاد، اليوم مخترعين سبيكر، أبتشوف غير حاطين كل من اخذ سبيكر وفاتح لك الصوت. الله يجينا على هالغناء هذا اللي خارج عن القانون، اللي خارج عن المألوف، اللي خارج عن الإنسانية. يا عمي لوين بدنا نروح؟ ما عاد نعرف لوين بدنا نروح. فلتان الدنيا في كل شيء يا جماعة، نحن عنا فن، عنا موسيقى، عنا كلمة. الكلمة ما في أحلى منها، الكلمة ما في أجمل منها. كنا نسمع غني لأم كلثوم نبكي على معنى الكلام. شو هالكلام لما بتقول له أقرب من بسمتي لشفايفي، أقرب من إحساسي لقلبي؟ شو هالكلام هذا؟ شو هالكلام؟ وين اختفى هذا الكلام؟ اليوم كلام ما بنعرف منين جاي، ما بنعرف شو معناه، ما بنعرف شو معنى هذا الكلام. شغل أي بلد، شغل أي قارة، غزا العالم. والناس ما بعرف شو صاير للناس، أبتشوف ألا متداخلة. وعندنا هذا الغناء اللي اختلط الحابل بالنابل في سوريا، كذلك الأمر في مصر. في مصر طالع شلي بالمهرجانات بتكرهك حياتك. يا جماعة مصر أم الشعراء، مصر أم الملحنين، مصر أم المطربين، مصر سوق عكاظ. يعني في فنان بده يشهر بده يروح مصر؟ اليوم أنت شو بدك تعمل بمصر؟ طيب تعرضوا لنا أنتوا لجنة، هاي ما تغني لأسمهان، هاي ما تغني لأم كلثوم، هاي لفايزة أحمد، هذا لوديع، ننبسط، منقول يا سلام. نرجع منكتشف ما عاد في كل هذا تبخر، ما بقى تصدق هذا غنى لفلان، بيقول لك إيه هذا الغني بطل أبي يمشي. شو عم تغني يا ابني أنت؟ وشو عم تقول؟ هذه الكوارث اللي عم نمشي فيها في العالم العربي، كله بيوصل على بعضه. نحن عرب، هذا الكلام اللي عم نسمعه ما نو عربي، أنتوا اسمعوا الكلام بالعصر الجاهلي. لم يأتنا إلا الكلام الجميل. تصور العصر الجاهلي كل شاعر أعظم من الثاني، كلام محفور من الصخر. وين هذا الكلام الجميل؟ ليش اختفى؟ معقول العالم العربي كله بيعيش على الكلام هذا البذيء وعلى هذه الإباحات؟ هيدي بتعرض لي حالة مثل شو أنا عم بدي جاي أحضر فيلم إباحي أنا؟ لو والله سمعت واحد دوخني كما ما يقول أموت وينشرح صدري، عم جنني يا ده. طيب أنت بعدك بتموت شو بده ينشرح صدرك؟ بتموت بس ينشرح صدرك؟ ما فهمت أنا شو هذا الشاعر هذا، شو هالكلام هذا اللي العالم بده أموت بينشرح بعده وصلى إن شاء الله موت بس ينشرح صدري. أنت بس تموت شو بده ينشرح فيه؟ شو هالكلام هذا؟ شو كيف مركبينه؟ كيف تقبل أنت تغنيه؟ كيف تقبل أنت تلحنه؟ تعودت عليك يا حبيبي زي الطير ما تعود عشه. يا سلام، هاي أغنية الله يرحمه لخالد الأمير للعظيم شادية، وعد وعد وعد، كان في سباق من هو الأجمل، من هو اللي بيصور كلمة غريبة. كانت ثقافة، والغناء هو ثقافة. قلنا لكم قديما ما كان فيها الجامعات ولا كان فيها الثقافة ولا كان هالمدارس، تتلمزوا وتعلموا وعشقوا بغناء العظماء عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد، عبد الحليم، كارم محمود. كل كلمة غنوها لها معنى، لها ثقافة. اليوم تعبت الدنيا جامعات، الغناء هو بذيء وتافه، ليس له معنى، مسخرة. كيف تقبل لحالك أنت مثقف، أنت شخصية حلوة؟ مرأت من جنب سيارة يمكن حقها مليار، وحدي، سلم على أمك، سلم سلم على أمك، ما تغني بلون بدوي، وقال له جاي المعلم، وهالزمامير ما تشتغل. أنا انقهرت على السيارة، يمكن السيارة لو فيها تحكي تفجرت.
وهنا الحضارات يا جماعة، الأمم ما بتنقص إلا بحضارتها. أي إنسان حضاري، أنت حضاري أو لا شيء، هاي حضارة، هيك أنت إنسان حضاري. بقى كيف ابنك اللي الله سبحانه وتعالى قال السمع والبصر والفؤاد وكل ذلك كان عنه مسؤولا؟ أنت أيها الإنسان، أنت إنسان، أنت في أحسن تقويم، هيك الله قال. بس ترجع أسفل سافلين لما هون ما بتعطيها أهمية. اسمع الكلمة هي الأساس، اسمع الموسيقى هي علاج الروح، اسمع الصوت الجميل اللي هو من الله عز وجل. أنا بشتري حسون بس تسمع كيف بيزقزق، كيف بيغير بالنغمة، وناشد كل المزوقين، وناشد العالم. حرام نحن ناس أنقياء، لاش خليتوا الغيم الأسود الملبد يغشي على عيوننا ما عاد نشوف مسافة مترين قدامنا. حرام يا جماعة، لك حرام، خلي إذنك نظيفة. لذلك الأمر هذا ضايع في هذا الزمن. نرجو ثم نرجو ونبتهل من الله أن تعود أيامنا الجميلة، يعود فينا الخلق، يعود فينا هذا الذوق. إنسان بلا ذوق لا شيء، مثل الوردة بلا رائحة، مثل التمثال بلا حركة. أبدا، عندما بيرو ذوقك أنت تمثال، ما لك شيء. فيك ذوق هذا الحقيقة، فيك سمع هذا، أوه سمع، سمع أنت إذا ما عندك سمع شو نفعك؟ ولا بيقول لي السمع يعني بس بالأغاني؟ إيه بالأغاني، ما هو عجبتك الأغاني. أنا بس أسمع مقرئ ببكي، وبس أسمع صوت حلو ببكي، وبس أسمع موسيقى حلو ببكي، وبس شوف الطبيعة عم تتلون وتعطيني نسمة هوا بتريح لي روحي، كله هذا جميل، كله جميل، كله مصدر هذا الجمال من الله سبحانه وتعالى. نرجو ثم نرجو كرمال الله، كرمال الله. نحن مقهورين، هذا مولنا وهذه مو من عاداتنا، ليش لصقتوها فينا؟ معقول واحد بياخد ممتاز بيرجع بياخد صفر؟ ما بصير واحد كان ممتاز ويصير صفر إلا إذا ما هل متنا نحن؟ وين النخوة؟ وين الشهامة؟ وين الإعلام؟ وين اللي عم تسجلوا؟ ليش ما بتنقوا الأصوات الحلوة والكلام مثل أيام زمان؟ لجنة إذا ما سمحت لك ممنوع تقول هذا الكلام، صوت إذا مصالح للغناء لو معه مليار. ليش لنخرب؟ خلينا نعمر. إيد اللي بتعمر الله يحميها. بالأخير الله يحمي كل مزوي، الله يحمي كل نظيف، الله يحمي كل واحد بيحب تراب وطنه، بيتمنى الخير دائما قلوا لأخوه لوطنه، لأنه هذه بتكون من رضا الله ورسوله. شكرا شكرا شكرا.